السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده. السلسله اللي غنكملوها ان شاء الله ديال علوم التربيه. اليوم غنتكلموا على مستجدات التربيه والتكوين، وغنتكلموا على كيفاش ان استعداد المباريات ديال التعليم تطلب منا مجموعه من الاشياء. اول حاجه هو ان المباراه ديال التعليم تتكون مباشره تقريبا بعد النتائج ديال الحركه الانتقاليه، بحيث انه تيبان الحصيص ديال المناصب الشهيره في كل اكاديميه، وبالتالي غالبا غادي تكون المباراه في شهر 11. اذا المباراه ما تفصلنا عليها الا تقريبا شهر وشي حاجه. هادشي علاش بغيت ندير هذا الفيديو هذا، باش نبارطاجي معاكم بعض الافكار وبعض المعلومات حول استعداد المباراه ديال التعليم، كيفاش يمكننا نستافدوا منها. بالنسبه لاستعداد المباراه ديال التعليم عندنا جوج ديال الامور. عندنا مجال التخصص بالنسبه للناس اللي غايديروا التخصص ديالهم سواء ثانوي ولا اعدادي، وعندنا السيك ديال الابتدائي. طبعا ان الابتدائي فيه واحد المجموعه ديال الاشياء اللي هي المهمه، انه فيه بزاف ديال المواد، يعني الماده المعرفيه تطلب منا واحد الاعداد كبير، وعاد عندنا ديداكتيك الماده، ان كل ماده معرفيه العربيه عندنا ديداكتيك ديالها، الفرنسيه ديداكتيك ديالها، الرياضيات ديداكتيك ديالها. هذا هو اللي كيخلي استعداد المباراه ديال التعليم بالنسبه للابتدائي تحتاج واحد المجهود وواحد التنظيم ديال الوقت، وكذلك تحتاج مساله ديال الزمن، لانه البريباراسيون ديال الكونكور خص الانسان يركز على كيفاش يتعلم انه يضبط الزمن ديال المراجعه، وكذلك الزمن ديال الاجابه. ولا شفتوا معايا النماذج السابقه ولا تقريبا تركزوا على كيفاش يمكن لك تجاوب على عدد اكبر عدد من الاسئله وبصيغ مختلفه، ويكون عندك واحد القدره على التركيز والانتباه والملاحظه في الاسئله، حيث يكون عندك خيارات متشابهه في الاجابه ديال كي السؤال. هذا الشيء علاش النظام ديال المباريات اللي كاين دابا حاليا، النظام ديال كي السؤال تيفرض على الطلبه اللي غيجتازوا هذه المباراه ان يكون عندهم واحد القدره على انهم يكونوا اكسيليري، ويكون عندهم واحد السرعه في القدره على الاجابه على الاسئله، لا بالنسبه للمواد ديال التخصص يعني، ولا الجانب ديال الديداكتيك، ولا حتى المستجدات ديال علوم التربيه اللي تكون داخل هذه الوضعيات. اذا بالنسبه للاستعداد، انا بالنسبه لي يكون واحد التقسيم ديال الوقت لواحد 3 أو 4 ديال المجالات. اول مساله هي مجال التخصص، ان كل واحد يحاول يدرس التخصص ديالو. طبعا التخصص كل واحد المجال اللي غيشتغل فيه، كاين اللي غيدير اللغه الانجليزيه، كاين اللي غيدير الفرنسيه، كاين اللي غيدير الفلسفه، كاين اللي غيدير العربي. اذا يحاول يكون ملم بالتخصص. طبعا الاجازه الاساسيه اللي شدوها الطلبه راها في التخصص، لكن كاين واحد النقطه اللي خصنا ننتبهوا لها. اول حاجه هو ان المجال ديال التخصص ما يطلبش منك انك تكون موسوعي في كل مجال داخل التخصص، بالعكس كيطلب منك انك تكون عندك المام عام بكل المجالات ديال التخصص ديالك. بحال دابا على سبيل المثال ماده الفلسفه، مطلوب منك تكون ملم بتاريخ الفلسفه، تعرف اهم المدارس الكبرى ديال تاريخ الفلسفه، اهم القضايا واشكالات اللي عاجت الفلسفه منذ العصر اليوناني الى الفلسفه المعاصره. طبعا انت ما مطلوبش منك تكون متخصص، لانه هذا الامر هذا يتخص الباحثين اللي كيمشيو في سيك ديال الماستر وديال الدكتوراه، ولكن يكون عندك واحد الالمام عام بالماده ديال التخصص. اذا هذا هو المجال الاول اللي هو التخصص، وكل ماده عندها تخصص ديالها وعندها قضايا ديالها واشكالات ديالها. المجال الثاني هو الديداكتيك. طبعا عندنا ديداكتيك عام كيرتبط بمجال علم التدريس، والديداكتيك هو كيفاش ننقلوا ديك المعلومات العالمه الى معلومات تعليميه، يعني عمليه النقل الديداكتيك كنسميوها. والديداكتيك في مجال خاص اللي هو مشترك بين جميع المواد، كيرتبط بآليه التدريس، الطرق ديالو، آليه تبسيط المعارف، آليه التنشيط، المهم فيه تداخل. وكاين واحد المساله اخرى، كاين تداخل بين الديداكتيك وعلوم التربيه. ما يمكنناش نفصلوا بيناتهم، لانه كثير من الناس يعتقدوا بان علوم التربيه مفصوله عن الديداكتيك، بالعكس نقدروا نقولوا ان علوم التربيه اشمل واعم، تترتبط بالنظريات البيداغوجيه، العلوم النفسيه والعلوم العصبيه والعلوم الاجتماعيه بشكل عام، والديداكتيك ترتبط بتخصصات معينه وبمجالات معينه، مثلا ديداكتيك الرياضيات، ديداكتيك اللغات، ديداكتيك الفلسفه. فبالتالي هنا هذا الامر ديال الديداكتيك خصنا نركزوا عليه حتى هو نعطيو واحد الوقت باش نعرفوا شنو هما الديداكتيك اللي هي الماده اللي غنهتموا بها. وحتى بالنسبه للناس الابتدائي انهم خص يعرفوا بانه كل ماده خص يبريباريو لها الديداكتيك ديالها الخاص بها، ديداكتيك تدريس الرياضيات، ديداكتيك تدريس اللغه العربيه، ديداكتيك تدريس الفرنسيه. وهذا هو المشكل اللي تلقاو الناس ديال اللي تيستعدوا للابتدائي، انهم تلقاو انهم خصهم يخدموا واحد العدد كبير من المجال المعرفي او من المواد المعرفيه، وفي نفس الوقت هم مطالبين بان يقوموا بمراجعات ديداكتيك تلك المواد، وهذا هو الصعوبة ديال الامتحان ديال الابتدائي. وكاين مسألة أخرى وهي مستجدات نظام التربية والتكوين. هاد الأمور تيهضروا فيه على نظام التربية والتكوين، على المستجدات ديالو، على شنو هي الأنظمة والإصلاحات اللي قامت بها وزارة التربية الوطنية منذ الاستقلال إلى اليوم، شنو هما المستجدات في مجال علوم التربية، شنو هو القانون الإطاري اللي تنظم نظام التربية والتكوين في المغرب. هذه أمور كلها ترتبط بنظام التربية والتكوين في المغرب،
والمستجدات اللي كاينه على مستوى هذا النظام، لا على مستوى الجانب القانوني ولا حتى على مستوى الجانب ديال علوم التدريس وعلوم التربيه والاليات والمناهج الجديده في عمليه التدريس. وبعد منا خصنا نركزوا على ما يسمى مجال علوم التربيه. يقدر يقول شي واحد يكون بان علوم التربيه ما تحطاتش في الكونكور ديال التعليم العام اللي فات والعام اللي قبل منه، ولكن علوم التربيه تحضر بشكل عام في مجال ديداكتيك وحتى كذلك في الشفوي، لانه اللجنه ما غتسولك في الشفوي غتسولك على مجموعه الاشياء اللي عندها علاقه بالنظام التعليمي، بطريقه التعامل مع التلاميذ، بطريقه تنظيم الفصل الدراسي، بطريقه التقويم، يعني هذا الشيء كله كيدخل في مجال علوم التربيه وما يسمى البيداغوجيه. والبيداغوجيه فيها انواع، فيها انواع مختلفه، راه درت الفيديوهات السابقين تكلمت فيهم على البيداغوجيه الفريقيه، على البيداغوجيه المشروع، على البيداغوجيه الفصل المعكوس، على كي شنو هو الفرق بين المنهاج والكتاب المدرسي، وشنو هو التحولات اللي وقعت على مستوى التعليم في خصوصا مع الثوره المعلوماتيه والثوره الرقميه. هادشي اشياء كلها خص الطلبه ينتبهوا لها. هذه الامور كلها يجب الانتباه اليها اثناء الاستعداد للمباراه حتى يكون لدينا المام عام بنظام اساسي لنظام التربيه والتكوين، وكذلك مستجدات ديال علوم التربيه، وكذلك مستجدات مجال البيداغوجيا والرهانات البيداغوجيه المعاصره. اذا بشكل موجز هذه هي العناصر الاربعه يجب التركيز عليها اثناء استعداد لمباريات التعليم. قلنا اولا اهتمام مجال التخصص اللي غادي دير وتركز على المعطيات المعرفيه وجمع وجرد اكبر عدد من المعطيات. المستوى الثاني الديداكتيك ديال الماده والديداكتيك العام، تعرف شنو هي المستجدات ديالو وشنو هي النظريات ديال الديداكتيك في عمل التدريس. وكذلك بالنسبه للديداكتيك خصنا نركزوا على المجالات الثلاث المهمه اللي هي التخطيط والتدبير والتقويم ديال اي درس كما كان النوع ديالو. وبالنسبه للمستجدات مجال التربيه والتكوين خصك تكون مطلع على القوانين الاطاري تنظم المنظومه التعليميه واشكال ديالها المختلفه، وكذلك نطلعوا في مجالات علوم التربيه وخصوصا علوم التربيه بمعناها المعاصر. هنا كاين واحد الكتاب جميل اللي هو رهانات البيداغوجيه المعاصره، فهذا الكتاب هذا تقدم مجموعه من المرجعيات ومجموعه من الفصول كيهضر فيها على الكتاب المدرسي، على المنهاج، على البيداغوجيات الفعاله، وهذه كلها وسائل مساعده باش توضح لنا اكثر وتساعدنا في استعداد المباراه ديال. وبالنسبه للزمن ديال الاستعداد طبعا تتعرفوا بان الوقت هو تيزوز بسرعه، فلذلك خص الانسان يدير واحد البرنامج يومي يكون فيه واحد ست بين 4 و6 سوايع ديال العمل، ويكون فيها الشق النظري اللي هو القراءة واللي هو الاطلاع، ويكون فيها الشق التطبيقي اللي هو تحرير مجموعة من الملخصات أو خططات حول المجالات اللي تدرسها، سواء التخصص ولا الديداكتيك ولا علوم التربية ولا المستجدات. المستوى الثاني هو مراجعة النماذج الامتحانات السابقة، هذه مسألة مهمة، لأنه أي طالب مقبل على الامتحانات ديال التعليم المراجعة ديال النماذج السابقة مسألة أساسية، وصلنا تعرفوا الطريقة اللي تتحط بها الامتحانات، وأنه خاطر تغير المسألة ديال طرق الامتحانات. ولكن بدأنا تقريبا من 2014 اللي عندي دوزت فيها أنا التعليم، 2014 كانت أول تجربة ديال النظام ديال كيو سي إم، تستمر من بعد وتبدل طبعا كل مرحلة كان تيغيروا فيها شيء معين، ولكن عموما خصك تعرف شنو هو النظام اللي تتحط به الامتحان. تنعقل مثلا أنا في مجال علوم التربية تحط لنا واحد البوليكو في واحد 30 صفحة، كانت أول مرة تحط فيها هذاك المفاهيم الجديدة ديال الفرق بين المنهاج والكتاب المدرسي، وحتى على مستوى المقالات والكتب ما كانتش أمور شائعة ومتاحة بحال دابا. ولكن اللي لاحظت أنا مثلا نهار بدوزت أنه كانت داخل ديك الوضعيات اللي عطاونا وداخل ديك الأسئلة اللي عطاونا، كانت داخل هذيك الوضعيات وديك الأسئلة كاين أجوبة. وهذه المسألة ما انتبهتلاش أنا تام بعد واحد المدة، واحد الساعة ونص وأنا تنشتغل، عاد انتبهت بأنه كثير من الوضعيات اللي تحطات لنا هي أجوبة لأسئلة أخرى. لان البوليكوف كان فيه تقريبا 30 صفحه، وكان كثير من الوضعيات وكثير من النصوص، فترولنا صراحه كانت 4 سوايع. ولكن من بعد حاولت نفهم شنو هو النسق العام اللي غادي فيه الامتحان، ومن خلال ديك الملاحظه ديالي ومن خلال ديك الجوانب اللي لاحظت حاولت نجاوب وتنظم بان هي ساعدتني باش ندوز. اذا الجانب ديال الذكاء والانتباه في الامتحان بعض الاحيان تيفوق الجانب ديال الاستعداد. في الاخير يمكنني نقول لكم انكم استعنوا بكتب ديال علوم التربيه والكتب ديال الديداكتيك، كاين المعين في التربيه، كاين المختصر في التربيه، وكاين مجموعه ديال المقالات ومجموعه ديال المجلات ديال علوم التربيه محكمه جيده، يمكن الطلبه يطلعوا عليها بشكل خفيف، على الاقل يكون عندهم واحد الالمام عام بجميع المجالات اللي يمكن تحط فيها الامتحانات. طبعا ديك الفيدباك وديك الموسوعيه اللي غتكون عندك وانا متاكد بانها غتلعب واحد الدور ايجابي نهار الامتحان، لان الامتحان كيلعب فيه الجانب ديال الذكاء والجانب ديال الموسوعيه، وبعض الاحيان التركيز والانتباه ديالك على الاجابه الصحيحه وتمييزها عن الاجابه غير الصحيحه، وهذه كلها امور تساعد الطلبه انهم يدوزوا ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح للجميع.
طبعا السلسله حنا مستمرين فيها. الفيديو الجاي غنحاول نتكلم فيه على المجال ديال التعليم، ولكن بالخصوص غنتكلم على الفلسفه والاستعداد في ماده الفلسفه بحكم هي ماده تنقريها هذا. وهذا كان فيديو عام تكلمت فيه على المستجدات بشكل عام. غنخلي لكم في صندوق الوصف مجموعه من المقالات اللي كتبتها حول المجال ديال ديداكتيك ومجال علوم التربيه، يمكن لكم تستانسوا بها. ولا كانت شي اسئله ولا شي ملاحظات اللي يمكن نفيد لكم بها ولا نقدر نعرفها، خليوها لنا في التعليقات ونجاوبكم ان شاء الله. وتبارك الله عليكم.